نجاوب على كام سؤال علشان الناس بتقول انت دردشة انستجرام، ادينا جزء من الوقت فيها للإجابة على الأسئلة. حاضر، بس اكتبوا لنا الأسامي بالعربي. أنا مش فاهم يا بودي ولا بودة ولا مش عارف مين، مش فاهم سؤالك عشان أقراه، مش فاهمه. ويا ريت تكتب لنا اسمك بالعربي. يا ريت. عجبني جدا صورة نشرها موقع تحيا مصر لرائد فضاء بيتفرج على مباراة لمنتخب بلاده في الفضاء. أوريكم الصورة بس الأول أهي، شايف الروعة والجمال؟ شايف الراجل في الفضاء أهو ومشغل شاشة تمام التمام. بس أنا نفسي أعرف لقى إزاي القمر الصناعي في الفضاء والدنيا مستريحة معاه وقاعد ومأنتخ وبيتفرج. يا ترى ده مين وبيتفرج على إيه؟ كان بيتفرج على مباراة منتخب بلاده في يورو 2020 الذي يقام في 21. صورة حلوة وعجبتني جدا، صورة عجبتني جدا جدا جدا. كمان زعلت قوي على مشجعات منتخب كرواتيا. يعني بص، موقع تحيا مصر اختار الصورة دي، شايف؟ يعني حزن محدق، يعني زعلوا المصريين كلهم. هن الجميلات الذين بكينا على خروج كرواتيا، ولكن عادي، هذه هي المفاجأة. فرنسا عملت ضجة في العالم كله وأخرجت المرشح الأول فرنسا. سويسرا خلت العالم كله النهاردة، فرنسا خلت العالم كله النهاردة زعلان، وسويسرا خلت العالم كله النهاردة بيتعجب على حال كرة القدم. فرنسا المرشح الأول لليورو السنة دي خرج على إيد سويسرا بضربات الجزاء، وشاكيري عمل ماتش العمر. والله العظيم شاكيري ورفاقه، مش شاكيري بس عشان ما اظلمش حد، شاكيري ورفاقه. وانا اختار لكم بعض الحاجات اللي النهاردة عملناها في تحيا مصر. في القسم الرياضي في تحيا مصر مجموعة من الحاجات الخاصة باليورو هتعجبكم قوي. يعني بصراحة موضوع سويسرا هز العالم. يعني بص، تخيل انت التعادل الايجابي انتهى بنتيجة المباراة 3-3، يعني 6 اهداف في دور ال 16 في مباراة سويسرا وفرنسا في ملعب ارينا ناسونالا. وموقع تحيا مصر استعرض تفاصيل واهم ما جاء في المباراه دي التي وصلت الى ركلات الترجيح وجاءت لصالح الفريق السويسري بعد تالق حارس المرمى عندما تصدى للكره الاخيره من امبابي. وبكده تاهلت سويسرا للدور ربع النهائي، نصف النهائي، ربع النهائي دور الثمانيه. انا اسف، منتخب الفرنسي يا جماعة كان متقدم حتى الدقيقة 90 ب3 أهداف مقابل هدفين. تخيل. لكن دي ناس ما بتعرفش المستحيل في كرة القدم. ومبابي اللي ضيع ضربة الجزاء، وحارس مرمى سويسرا خد بإيدين فريقه إلى الربع النهائي ودور الثمانية. هل ممكن أحلام سويسرا توقف عند هذا الحد؟
ولا تظل كرة القدم تعطيها زي كايزر تشيفز اللي فجأة لقيناه في النهائي بلا مقدمات؟ الكورة لا تعرف إلا العطاء في الملعب. والله العظيم لا تعرف إلا ذلك، ولا لها دعوة بأي حسابات، ولا لها دعوة بأي حسابات في الدنيا. حد كان يصدق فرنسا المرشح الأول؟ يعني أنا مع الناس اللي بتقول لك البطولة رايحة لإيطاليا، لكن مالهاش كبير. طب وتنسى ليه ألمانيا؟ وتستبعد لي المفاجآت اللي شغالة؟ كرواتيا تاني العالم، فريق خرافي خرج النهاردة. فيش حد يا جماعة، كرة القدم الذي يراهن عليها مجنون.